إذا حاضت المرأة وهي تقصد العمرة قبل أن تدخل في النسك ماذا نعم عليها؟ نعم. إذا حاضت المرأة نعم وهي قاصدة العمرة قبل دخولها في النسك ماذا عليها؟ مخيرة، إن شاءت تحرم وهي حائض ولكن تنتظر حتى يذهب عنها الحيض وتغتسل وتؤدي العمرة، وإن أرادت أنها ما تحرم ما يلزمها ذلك، ما يلزمها أنها تحرم. نعم.